برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه معانا في مصر في اسبوع. خلينا نتفق في البدايه زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان كلمه ضريبه لما بتتقال لحضراتكم بتترجم على طول عند المواطن البسيط بان في ارتفاع الاسعار في الفتره اللي جايه. الكلام الفتره اللي فاتت كتير جدا عن قانون القيمه المضافه. في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه قانون القيمه المضافه بما فيهم العبد لله. هحاول من ضيوف الكرام اللي موجودين معايا في الاستوديو بالتاكيد ان احنا نعرف يعني ايه قانون القيمه المضافه. ولكن اللي نعرفه ان قانون القيمه المضافه ده هو قانون بديل لقانون ضريبه المبيعات. هل القانون ده هيزيد الاسعار في الفتره اللي جايه؟ هل البنزين والسولار زي ما بيتردد في العامة بنتكلم ان هيزود اسعار السجاير، هيزود اسعار البنزين والسولار والدخان، حاجات كتير، هل هتزيد ولا لا؟ هل هيمس محدود الدخل ولا زي الحكومة ما بتقول انه مش هيمس بتاتا محدود الدخل باي شيء؟ الحكومة من ناحيتها بتقول ان القانون الجديد ده مش هيترتب بسببه اعباء مالية جديدة على المواطن، وان هو بيهدف لتحقيق عدالة ضريبية وبيتيح فرص أكبر للاستثمار. إزاي بيتيح فرص أكبر للاستثمار؟ سؤال مهم بالتأكيد ومعادلة صعبة هنشوف هتحققها الحكومة إزاي بالتأكيد مع مجلس النواب. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيوف اللي بالتأكيد مشرفيني في الاستوديو. في البداية عن اليمين أو نخليها ليديز فيرست، الأستاذة إيفيلين متى بطرس عضو مجلس النواب، أهلا وسهلا مشرفاني يا فندم. كمان الأستاذ إبراهيم الإمبابي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية ورئيس الشعبة العامة للدخان والسجاير، مشرفني يا فندم. أهلا وسهلا. كمان الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومستشار صندوق النقد الدولي سابقا، أهلا وسهلا. أهلا بيك مشرفني بالتأكيد. كمان يعني أخيرا وليس آخرا الأستاذ وليد الشيخ رئيس النقابة العامة للبدالين التموينين أو البقالين التموينين زي ما احنا متعودين نقولها، أهلا وسهلا بيك يا فندم. في البداية أنا عايز أعرف زي بقية مشاهدينا الكرام يعني إيه القانون الجديد؟ قانون القيمة المضافة. اسم كبير بس ايه معناه بالتبسيط يعني؟ هو حاجة بسيطة كده يعني كده عشان الناس كلها تفهم. هو مش حاجة اضافة للضرايب فوق اللي موجود. ده ممكن يكون في بعض الاشياء يعني هتنخفض عليها الضريبة. بداية مبشرة. ده اولا يعني في بعض السلع معفية خالص من القانون ده. تمام. او من الضريبة دي. ثانيا انت بتدور على حاجة ازاي تلمي بيها حق البلد. يعني في غيرنا في ناس كتير بيستخدموا الضرايب بشكل مخفي، يعني ولا تعرف تاخد منهم حاجه ولا هم بيدفعوا الضرايب بتاعتهم. وممكن تروح تشتري من غير فواتير. ده كتير جدا. انت بعد كده لو حصل بقى ده وتنفذ، انت لما هتروح تكشف حتى عند الدكتور هيديك فاتوره. يبقى هو معنى كده ان هو هيدفع، هيسد الضرايب. طب ما كانت اتطبقت مع الضرايب على المبيعات. برضو ضريبة على المبيعات شوية كبيرة وفي نفس الوقت مفهومها كبير، لكن دي هتبقى منسقة. احنا عندنا حاجات سلع معفية خالص من الضريبة زي دي. زي لبن الأطفال، زي البترول، زي الغاز. ما هو لبن الأطفال عشان هو مدعم أساسا ماشي، ما هو دلوقتي ما في ناس بتبيعه بالغالي. في ناس أول ما قالك احنا هنزود راحوا باعوه بالغالي، سرقوا من هنا زودوا من هنا. تمام. انت لك انت تخيل انت لو تروح عند صيدليه الاسعاف وتروح شوف كم الناس اللي جايه من كل حته عشان تاخد لبن الاطفال المدعم ده. يعني انا شفت امبارح ناس جايه من سوهاج، وشفت ناس جايه من المنصوره، وشفت ناس جايه من طنطا. يعني عشان ممكن يكون عندهم بيتوزع شويه غالي. او مثلا دخل لهم زودوا عليهم. طب ايه كل حاجه هو ايه؟ انا عايز اقول لك ايه اللي هيبقى عليه القيمه دي. القيمة الضريبة المضافة دي هيبقى الحاجات اللي قليل قوي من الناس بتستخدمها. ايه؟ اكل الكلاب والقطط. اللي عايز يربي كلاب وقطط يدفع. تمام. معاك في ده. اللي عايز يشرب سجاير، الدخان يدفع. ما هو بس كل انواع السجاير كلها مش ممكن يعني برضو يعني نتكلم بكل يعني صراحه. انا عايز اقول لحضرتك في اللي عايز يشرب سجاير يدفع لها. هقول لحضرتك على حاجه. في ناس بتقطع من زي ما بيقولوا يعني بالبلدي من لحمها الحي علشان تجيب سجاير اللي هي البسيطه اللي هي الكليوباترا، ويطلع عليه من لحمه ولكن ب 25 جنيه. انا بكلمك على ارض الواقع. بس اللي بيشتروا السجاير الاجنبي واللي بيشتروا الفلاني ممكن تزيد. انا معاك في ده. هو الاجنبي ده مش بيتصنع هنا؟ هو الاجنبي اللي جاي من بره بيتصنع هنا. بس خلاص يبقى احنا كده ساعتها هنشجع التصنيع المحلي. اسمع بس الكلام. طيب مش معايا جنبك رئيس شعبة التدخين هيتكلم دلوقتي. يعني هو بتاع التدخين جاي. خلينا نتفق يا سيادة النايبة
ان اختلاف الراي لا يفسد الود القضيه اطلاقا. صح طبعا. 40 ده مشروع قانون. لو سيادتك خلصتي ادخل انا بقى. ده مشروع قانون حضرتك لسه احنا هو لسه لغايه دلوقتي بيناقشوه. لسه بنتناقش فيه ولسه بنناقشه ولسه ما اتعرضش علينا. بس انت ابتديت البدايه الحلوه اللي هو مش هيزود في اغلب الاصعب. صدقني احنا في البلد محتاجين ان احنا نقف جنبها. نقف جنبها. اولا في عندنا جشع، في حاجات كتير بتتهرب من بره من غير ما يدفع عليها ضرائب، في حاجات كتير بتخش الجمارك من غير ما بيدفع عليها حاجه. احنا من هنا هنحد شويه الحته دي. طيب نسمع بقى السجاير والدخان يعني ردكم ايه على الموضوع ده؟ وهل كل السجاير والدخان زاد ولا لا؟ احنا تسمح لي يا كمال بيه هتكلم في شقين اللي انا بمثلهم. الشق الاولاني ان انا نائب رئيس غرفه الصناعات الغذائيه اللي هي منوطه بسله الغذاء صناع الغذاء في مصر. وانت سيادتك قلت كلمه في الحل في الجزء اللي قبل المقدمه، لا اللي قبل في البرامج اللي قبل ده. تمام. قلت ايه؟ النقد لو مش بناء وعندك حلول ما تنقدش. ليه؟ سياده النائبه قالت لازم نقف مع البلد. اكيد احنا كلنا في مركب واحد. لو غرقنا كلنا هنغرق. بس في اصول. اهل مكه اضرب شعبها. بمعنى اعترضنا في اتحاد الصناعات كصناع غذاء على الاتي. سياده النائبه بتقول لا ده في اسعارها تنزل. لا ما اقولش في اسعارها تنزل، بقول في بعض السلع مش هيضاف ليها قيم، يعني هيبقى صفر. أنا سمعتك 1%. انا سمعت كويس. ما انا هرد على ستك. مش هزودها قوي يعني. يا فندم هرد على ستك. اتفضل. الناس او الحكومه نسيت في حاجه اسمها نظريه خدناها واحنا في ثانوي، الاواني المستطرقه. الاواني المستطرقه. سيادتك هتضيف على الكوبايه دي جنيه، تلقائيا بتاعه الفجر هتزود جنيه. كويس. دي يبقى زي ما كان بيحصل زمان، العلاوه اول ما بتنزل بتلاقي كل سنه زادت. طيب. كل حاجه زادت. هكمل بس. فاحنا النهارده اعترضنا على القانون ده في حاجتين. الحاجه الاولانيه كمال بيه التوقيت. ازاي انت سيادتك هتفرض ضريبه وعندك عوار في السوق عامل تضخم لا تتخيله؟ الدولار في السوق الموازيه النهارده وصل 12.25 مع الاسف. انت شفت قلت مع الاسف نقطه من اول السطر. اذا اي ضريبه هتتحط على كاهل المواطن، المواطن هيموت. هذا اول اعتراض كغرفه اتحاد الصناعات الغذائيه. ثاني اعتراض، الحكومه بتتشدق ان هي هتعمل عداله ضريبيه. سياده النائبه قالت حاجه معلش اصحح لها، قالت انت هتروح عند الطبيب هتاخد فاتوره وهيدفع. لا، في القانون ده الضريب مش الطبيب مش هيدفع ضريبه. ليه؟ لانه عفاه ضمن المنظومه الطبيه. هل هذا يعقل؟ انا فاتح عياده خاصه، خد مني وصلح المستشفيات العامه اللي هي مش طبيعي. ليه ما بياخدش منه؟ ما هو ده العوار. اكمل بس سيادتك، ده العوار الدستور اللي هيقع فيه. ادي اول بند. يبقى احنا الحاجه الثالثه هيزود الضريبه للبلد؟ لا اسف مش هيزودها. ليه؟ الحد الاعفاء 500,000 جنيه بحسبه بسيطه كده واحنا قاعدين على المصطبه. 500,000 على 12 يبقى محجم المبيعات 41,000 وكسور. ال 41,000 وكسور على 30 يوم يبقى الراجل ده بيبيع بحوالي 1388. لو هيقولنا الربح بتاعه الطبيعي من 10 ل 15 يبقى دخله في الشهر 5000 جنيه سيادتك عافيته. والموظف الغلبان اللي بياخد 1200 انت جبته من رقبته وخدت منه ضريبه. اي عداله دي؟ يا جماعه انتوا بتتعاملوا مع شعب مصر، شعب مصر ملهوش كتالوج. شعب بيقف جنب اخواتنا الظباط وهم بيفككوا المفرقعات. انت احترم ذكائه. ليه الحكومه ما بتاخدش نهج الرئيس؟ الرئيس بمصداقيه طلع هو بيعمل قناه السويس قال لعب على وترين، الوتر اللي جوه الشعب المصري مش عايز مستثمر اجنبي، والتاني قال له هديك 12.5% من لو حطيت الفلوس. الحكومه بتقول ان ده هيزود الاستثمار. ده ما هيزود ولا لا؟ يا كمال بيه انا مستثمر جايب معايا مليون جنيه، سعر البنك 8.88 الرسمي، بره ب 12 جنيه، يبقى المليون جنيه ده نزل ل 888، يبقى هطلعه ازاي؟ يا جماعه خاطبوا الناس، احترموا ذكاء الناس. ده اعتراضنا كصناع غذاء. شعبة بقى الدخان والمعسل. تعالى سيادتك انت قلت كلمه
لو كل مسؤول في الدولة فهمها نستريح. انت قلت ايه؟ للأسف عشان اوضح للناس، السجاير ثلاثة ليفل. المعسل ليفلين، هو لسه بيدرس السجاير، انا بضم صوته لصوتك بقول له يا حكومة ابعدي عن المستوى الادنى اللي هو الكليوباترا والسوبر والحاجات دي. بالله في حكومة النهاردة التاجر ياخد 7 جنيه مش من حقه؟ سعر علبة اي علبة مالبورو او اي ب 23 جنيه بتجيبها النهاردة ب 30 جنيه والحكومة ما خدتش. طب ما انت تعالى حرك السعر على الفئة العليا والفئة الوسطى وسيب الدنيا، خد من الغني ودي الفقير. المعسل نزله في القانون بطريقة غريبة جدا. قال ايه؟ احنا كنا في قانون 73 ل 2010 بندفع 100% من سعر بيع المصنع. فكنا بنبيع الكيلو يكلف علينا 9 جنيه نبيع وندي للحكومة 9 جنيه مثلا. كويس؟ جاء لي لا استنى، حط بقى عيشة على أم الخير، الفواكه مع المعسل مع الشعر. قال ايه؟ 150%. احنا كقطاع محترم احنا موافقين. بس حطيت لي حاجة تانية غريبة جدا. قال لي بحد ادنى ان كيلو الدخان الخام اللي داخل في التعسيل لا يقل عن 100 جنيه. يا عم انا تكلفتي 40 جنيه، انت ليه عايزني اموت الغلبان؟ انا حلول عندي، انا عايز فلوس زياده انا اجيب لك، لان اهل مكه اضرب شعابها. انا الجدول اللي عامله ده انا فصصه له واجيب له. ويا ريت يا ريت يا جماعه بلاش تستفزوا الناس وتقولوا احنا عارفين الكافيار وكلاب القطط، الناس مش لاقيه تاكل فول وطعميه. ما تعرفوش يعني بلاش تضغط على تنرفزه. انت ما تعرفوش، انت حطيت رسوم مين اللي بياكل كافيار؟ هتحصل ايه من الكافيار؟ ولكن احنا كقطاع ممكن اجيب لك فلوس من غير ما تحس. خلينا نروح للبقاليه التمويليه. استاذ وليد اهلا بيك مره ثانيه. اهلا وسهلا. الزياده دي هتشملكم ولا لا هتكون من الامور اللي مش هيبقى فيها زياده؟ الزياده مش هتشمل. انا اعرف ان القانون متمثل في سلع وخدمات، والسلع اللي هي المنوط بيها هي نبنى منها موضوع الزيت بس بنسب معينه في الزيت. لكن بقيه المواد الغذائيه كلها عشان يجي من بره السكر اللحوم اللحوم والدواجن والحاجات دي كلها هي زي ما هي. بس سيبني ارجع معاك للقانون اساسا في الرقابه شكلها هيبقى عامل ازاي. انت عندك دلوقتي خلينا بس نتفق في البدايه ان القانون لغايه دلوقتي مشروع، يعني مشروع قانون وما اتطبقش، يعني لسه لغايه دلوقتي انا اوضح للناس على حد معلوماتي ان القانون دوت هيلم الضرائب كلها، هي مش ضريبه مزدوجه زي ما الناس كتيره فاهمه. أيوة هو هيلم الضرائب كلها هيحطها في حزمه واحده. هو بديل كمان الضريبه على المبيعات، بس ضريبه مبيعات بس هو تمام مش هيلم الضرائب. لا ما هيلم ضريبه المبيعات ديت. ما ضريبه المبيعات دي شامله حاجات كتيره جدا، هي ماسكه السلع والخدمات كلها كامله. تمام. فهو لما يلمهم يحطهم في حزمه واحده بس باطار معين. خليني بس اتفق معاك وما تقاطعنيش، انا ما قاطعتكش في حاجه. خليني بس ايه نتكلم في جزئيه ثانيه خاصه بالموضوع. فالقصه في الضريبه نفسها ان انا اقدر افرضها دلوقتي، فانت عايز تفكر في التسلسل بتاعها ماشي ازاي. هل الحكومه عندها الحنكه اللي هي تقدر تظبط السوق من اول المستورد فوق لغايه تاجر الجمله لتاجر التجزئه الحاجات دي كلها عشان تقدر تظبط السوق؟ ده اول ما اطرح القانون التخوف كله بقى في الشارع مليان. وبالفعل حصلت حاجات زي ما انت قلت، السجاير بقت من كذا لكذا نفس القصه وكله رفع. فحتى لما ذكر في القانون المواد السلعيه بعيد عن القصه ديت، المواد الغذائيه بعيد عن القصه ديت، لا رفعت برضه. ففي تخوف؟ في تخوف. الشارع خايف؟ خايف. طب وانت المصلحه ايه؟ هو القانون معمول ليه؟ للمواطن البسيط؟ فلازم يتحط ليه الاولويه. انت حطيت دلوقتي المواطن البسيط، طب انت شايف ان معدل انفاقه هيبقى مظبوط؟ انت شايف ان الاجر اللي هو معاه دوت اللي هو بيكفيه 1500 جنيه مثلا، انت الصحه والتعليم والمواد الغذائيه، طب انت عملت له معدل انفاق مثلا عشان ال 1500 يكفوه عشان ما يجيش يطالبك بزياده بعد شويه؟ عشان المفترض انك اول ما تنزل بالقانون هتلاقي تدرجات جايه بعد كده وراه حاجات كتير. انت لو ما قدرتش، انت لو حطيت القانون كده وما قدرتش انك تظبط اللي هم المستوردين وتظبط السوق تحت وتظبط تاجر التجزئه لغايه الترتيبات اللي انت عارفها الاولويات اللي بتروح، انت ممكن سلعه تلاقيها ب 100 جنيه اتفرض عليها مثلا سين، بقت ب 110 بالضريبه بتاعتها، اول ما نزلت تحت المواطن وصلت ل 150 و170. فانت لازم تظبط السوق، يبقى عندك حنكه في الموضوع دوت. لكن بالنسبه للمواد الغذائيه انا اعرف ان القانون متضمن المجمدات، هو فعلا المجمدات مفيش والاسماك واللحوم والشاي والسكر. لكن الزيت احنا كده احنا عارفين ان وزاره التموين بتدعم في قصه الزيت، بس هي الحمل كبير برضه.
ما انت لما احط ضريبه برضو على الطعام، على زيت الطعام، هيوصل لكام؟ هي النسبة على حسب حدي من 2 لـ 3.5%. هو بعض انواع الزيوت بعض انواع الزيوت بس هي بعض انواع الزيوت بعض انواع الزيوت ما بتتحددش من المواطن. الزيوت كلها عامة ما بتفرقش ما بين مواطن بسيط او مش بسيط. بس 2% دي مش لا 2 و3% لا تسكر تذكر في يعني الزيت في الاطنان لو ب 12 في الاطنان بالتاكيد انا معاك. انا بتكلم في الازازه اللي هو المواطن لا وللمواطن البسيط والمواطن البسيط تذكر لان في ناس قايمه على زيت الذره هي مش بتجيبه عشان معها عشان هي محتاجاه او جايباه عشان خاطر جايه حاجه نضيف. لا هو مريض قلب او مريض كذا فلازم يستعمل الزيت ده فمش مرتبط اسكان بسيط او مش بسيط. مش زي مثلا انا فرض على مطاعم سياحيه ده اوكي ماشي تمام. انت فرض على بعض السلع المعينه اللي هي فيها الجزء الترفيهي مفيش مشكله تمام. لكن هو البدايه لازم تتحط مظبوط. القانون لو نزل وضريبه المبيعات موجوده ومفيش تفاعل مظبوط هيحصل. ما هو بديل انا بكلمك على حاجات ممكن تصحى من النوم الصبح تلاقيها اللي هو موضوع ان انا دلوقتي حطيت القانون وحطيته قدام البرلمان. طب البرلمان هيلم الحزمه بتاعت المبيعات كلها ضريبه المبيعات وهيحطها جوه القانون صح كده في اطار وهيعافي الحاجات اللي هو عفى عليها وهيعمل جدول بيها. طب الجدول دوت قبل ما يعمله مثلا سين قبل ما هعمله هجيب مثلا بتوع ايه السجاير مثلا بند السجاير هجيب الناس المختصه. طب الوضع 1 2 3 طب كذا طب كذا طب كذا طب الضريبه بتاعتها كذا. لكن هو الفكره كلها في ان انت تو ما فكرت او تطرح لقيت الشارع كله ملتهب وتخوف كبير. الناس كلها في جشع فزودوا الاسعار على كل. خلونا نسال استاذنا الدكتور فخري. يعني حضرتك يا فندم كنت مستشار رئيس صندوق النقد الدولي. بكل صراحه وبدون تجميل يعني في السؤال، هل هناك ضغوط من صندوق النقد الدولي على مصر علشان كده عملت هذا القانون؟ والله الصندوق يعني لا يمت بصله بهذا الموضوع من كويس. قريب او من بعيد كويس. ولكن الحكومه المصريه منذ 3 سنوات يعني بادرت بانها تريد ان تغير وجه ضريبه المبيعات الى ضريبه القيمه المضافه. ده مش من النهارده يعني. مش من النهارده يعني ميزانيه 14 15 كان المفروض ضريبه القيمه المضافه تحل محل ضريبه المبيعات. هي ليست بضريبه جديده ولكن هتحل محل ضريبه المبيعات. ليه؟ لانها فيها 3 خصائص حلوه قوي يعني. بتخلي 150 دولة في العالم 3/4 دول العالم بيطبقوا ضريبة القيمة المضافة. مزبوط. ليه؟ لأن فيها 3 حاجات حلوة لكن فيها حاجة وحشة. 3 حاجات الحلوة هي أنها أكثر عدالة. يعني أكثر عدالة اللي بيزود قيمة مضافة يدفع عليها ضريبة مش على ثمن السلعة كل. ولكن النهاردة أنت جايب قماش عملت تي شيرت خلاص قماش ب60 والتي شيرت صنعته وخليته تي شيرت حلو بتبيعه ب 100 يبقى الفرق القيمه اللي اضفتها على القماش ال 60 جنيه دول 40 جنيه خليتهم ب 100 بقى زودت 40 ده القيمه اللي اضيفت. وبالتالي بتدفع الضريبه على القيمه اللي اضيفت فقط مش على ال 100 كله. ده توضيح القانون مسمى ده اسمها قيمه مضافه. بس مين اللي بتحملها في الاخر؟ مش المصنع لا المستهلك في الاخر المشتري. ضريبة القيمة المبيعات كان مين اللي بيتحملها؟ برضو المستهلك. بس على اساس الايه؟ ال 100 جنيه مش على ال 40. ولذلك النهارده بنقول انها ايه؟ هتبقى اكثر عداله بالنسبه. لا بس لاحظ انه القيمه المضافه انا عندي التيشيرت ده بيوصل ايه؟ من المصنع من اللي بيعمل القماش ثم المصنع ثم الموزع ثم تاجر التجزئه لحد ما يوصل للمستهلك مش كده؟ فكل واحد بيضيف قيمه مضافه في هذه الحاله. في نهايه الامر بتوصل للمسال هو اللي بيدفع. ضريبه المبيعات كان مشكلتها ايه؟ انه انا ما هروح اشتري ثلاجه ب 1000 جنيه الراجل بيقول لي تحب فاتوره ضريبيه ولا كده يعني الثمن مدفوع. ده اللي بيحصل على فكره الفاتوره العاديه لا الثلاجه ممكن بيبقى فاتوره ولكن الملابس لو انت واخد الثلاجه استعمالك الشخصي بتقول يا عم انا مش هدفع على 1000 جنيه 10% ادفع 100 جنيه فوق ال 1000 جنيه ليه؟ ده انا واخدها البيت. لكن لو واخدها لشركتك هتدفع تعمل فاتوره ضريبيه عشان تأيدها في الدفاتر بتاعتك. 70% من المشتريات في هذه السلع المعمره استعمال شخصي
وبالتالي في الاخر ما بيندفعش ضريبه. انا واخدها البيت تدفع ضريبه مبيعات لي. هو ده الثقافه اللي عندنا، ولذلك ضريبه القيمه المضافه ما حدش هيتهرب منها. ليه؟ لانه بتتحط على كل قيمه مضافه لحد ما توصل للمستهلك، الوصل اللي بيطلع له فيها القيمه المضافه على طول، مش يقول انا واخدها البيت. طب ما انت الثمن داخل فيها والضريبه داخله فيها، ولذلك النهارده فهي هتبقى هي ما بيغري المشتري يا فندم. يعني انا كنت بشتري ملابس قبل كده، لذلك قال لي عايز تشتري ده ب 100 جنيه بس بالفاتوره، لو هتكفي الفاتوره هيبقى 140. فبالتالي هي اكثر عداله، كله بيتحمل، مش واحد بيتحمل. انا واخدها البيت مش هدفع الضريبه للدوله عشان واخدها البيت، لا خلاص الكل هيدفع. فهي اكثر ايه عداله، ده نمره واحد. وعشان كده 150 دوله بيطبقوها، دول ناميه 150 دوله، 150 دوله من 200 دوله، يعني ثلاث ارباع دول العالم بتطبقها لانها اكثر عداله واكثر وفره في الحصيله عشان تقلل عجز الموازنه. ما تخوف الحاج ابراهيم، ما هقول لك انا شايفه ازاي، انا هوصل له. وبسيطه في الحساب. ليه؟ لانه النهارده ضريبه المبيعات تبدا من 5% لحد 40%. حلو؟ فين هات لي السوفت وير اللي هو الكمبيوترات اللي موجوده في الناس اللي بتحسب ضريبه؟ هات لي اي سوفت وير، اي برنامج كمبيوتر يعني المجموعات السرعه دي على 5 والمجموعه دي على 10 والمجموعه دي على 15 والمجموعه دي على 25 والمجموعه على 40%. معقده للغايه، وبعدين في نهايه الامر ما بتعرفش تلم العمليه، لكن دي هتبقى لها سعر واحد. احنا مش متفقين او حاليا لم يتفق على سعر الضريبه 10 ولا 15 ولا بينهم. هنا كل ما تخلي الضريبه اللي هو السعر الموحد مع استثناء طبعا، كل ما تبقى صغيره كل ما تدفع هي. وخلي بالك كمان ضريبه القيمه المضافه هتبقى على كل السلع والخدمات، ضريبه المبيعات على السلع ومجموعه صغيره من الخدمات، لكن الضريبه الجديده على كل السلع والخدمات مع مجموعات سلعيه وخدميه معفيه خالص او بالابقاء على سعرها زي ضريبه المبيعات، او تزيد في بعض الحاجات زي السجاير وخلافه والدخان والمعسل. نرجع مره ثانيه، اذا هي الضريبه سعر واحد تحطها في الكمبيوتر كده تطلع الراجل مثلا، لو افترضنا يعني راح للطبيب، الطبيب هيبقى عنده واحد التمرج معاه الكاشير، يطلع لك الفاتوره هتدفعها في هذه الحاله على خدمه الطبيب. ده سؤال المواطن المصري اللي شايف حضراتكم دلوقتي هيحس بشكل يعني فعلي هنا بالزيادة. هنا الحاجات الحلوه اللي قلناها، اكثر عداله، وفره في الحصيل عشان تقلل عجز الموازنه. انا عايز هزود لي عن ضريبه المبيعات 30 ل 40 مليار، انا محتاج اقلل عجز الموازنه عشان عجز الموازنه ده بيهد حيل، بيزود الدين العام وبيهد حيل الاقتصاد. الحاجه الثالثه قلنا ان هي مش معقده، بسيطه. طب لما هي المزايا دي طب ما بنطبقهاش ليه؟ حولنا ثلاث سنين ورا بعض عشان نقللها، الحاجه الوحشه هي اللي موقفانا اللي هي اثرها على الاسعار. هي لها اثر تضخمي، لها اثر تضخمي. طيب حسب المواطن البسيط بس هي القصه فيها كام في المية هتزود الاسعار؟ ولذلك الحكومه عماله بعتت لصندوق النادي الدولي، مش الصندوق اللي قال لها. قالت له لو سمحت تعالى في اول سنه، لو سمحت ابعت لي تكنيكال اسيستنت او مسانده فنيه يجي الخبراء بتوعك عشان يورونا بالظبط تعمل ازاي دي. وطبعا عشان نخلي الاثر على الاسعار خاصه على محدود الدخل تكون اقل ما يمكن. عملوها اول مره، البعثه جت وعملوها في سنه في الميزانيه 14 15، وحبوا يحطوها، خافوا برضو من الاثر على كان الاسعار، والفتره دي كانت فيها قلق. ولو الاقتصاد مستقر 14 ممكن يبقى سنه 14 كان في قلق شويه، قلق امن وبتاع والاسعار بدات، فقالوا لا ناجلها السنه اللي بعديها 15 16 لسه خلصانه من كام يوم. كان المفروض تدخل في الميزانيه 15 16 برضه تخوفا من فبعتوا للصندوق تاني، بعتوا لنا والنبي بعثه تانيه تخفض لنا الاثر، وقع الضريبه اثرها يعني وقع الضريبه على محدود الدخل. فراحوا قعدوا يوسعوا في المجموعات السلعيه، ومن المتوقع برضه ان هم يفضلوا يوسعوا في المجموعات السلعيه اللي هي معفيه عشان دي ما تتحملش زي المواد السلع الاساسيه للمواطن الغلبان. نروح للناس الخدمات اللي هيطبقوها وبيناقشوها النهارده السنه دي. انا هنا كويس اللي اجلوه عشان البرلمان هو اللي هياخد القرار. انتوا هتاخدوا القرار ولا هتبقوا متخوفين برضو؟ لا احنا هناخد القرار الاول، احنا بندرس اي حاجه قبل ما ناخد فيها القرار. وما اقولكش احنا بنحارب قد ايه عشان الشعب. اولا احنا مش جايين غير من الشعب، كلنا قاعدين القعده دي عشان الشعب. لا فاحنا يعني انا برضه عايز اوضح لك حاجه، عشان الناس دايما كل حاجه جديده بيخافوا منها، يعني اي موضوع جديد تتكلم فيه الناس بتخاف منه. فاحنا لما نيجي بتخاف من زياده الاسعار. تمام، وانت دلوقتي من قبل ما نعمل اي قانون الاسعار ما زادتش، زادت عشان بس مجرد قالوا ان في عندنا جشع
في عندنا يعني احنا ما احنا زي ما تقول كده ايه, ايه عايزين نلم اكبر حاجه من قبل ما يعني فرصه هيزودوا الضرايب, فاحنا نغلي بقى ونسرع بقى, ومين ده هيزودوه مع 10%؟ لا ده ويبا, واول ما قالوا 10% كمان, وكانت ال 10% بحد ادنى, هم نفسهم مسامحين حكايه الحد الادنى دي. يعني يعني برضو ما احنا مظلومين فيه. وبرضو اسمحي لي حضرتك, يعني في مجلس النواب بيتفنن في اختيار اسماء يعني عليها كلام. مثلا هقول لحضرتك, هقول لحضرتك يعني قانون الخدمه المدنيه اصبح الاسم نفسه سيء السمعه. لو انتوا غيرتوا الاسم في الجديد كان هيبقى ما حدش عليه حاجه, انما برضو اسمه قانون الخدمه المدنيه, الاسم سيء السمعه. برضو القيمه المضافه, مضافه يعني هتضيف اسعار عليا. طب صدقني هقول لك الاسم نفسه, احنا فكرنا بجديه ان احنا نغير قانون الخدمه المدنيه اسما, قالوا لو غيرناه الناس مش هتقتنع, هيقول لك ده هم غيروا الاسم عشان يبقى حاجه مختلفه. لا هنسيبه كده, بس احنا الناس حاليا مقتنعين ان انتوا القانون هو هو, وان انتوا عملتوش اي حاجه. وفي ناس فاكره ان هي هتبقى ضريبه مضافه كمان, يعني في ناس كلمه مضافه ان هي ضريبه مضافه دي, يعني دكتور فخري فسرها بس كتير كتير مش هيفهمها. زي لما سمعت الدكتور فخري واحنا محتاجين كثيرين من امثال الدكتور فخري يوضح للناس ويوضحوا للشعب ويبقى يغيروا ثقافتهم, لان احنا عندنا ثقافه لا قبل ما نعرف ايه, لا لا احنا مش عايزين الحكايه. انتوا لازم واجبكم برضو كنواب ان انتوا توضحوا لهم. احنا بنخش اللي جاي من 9 الصبح, بنخلص الشغل الساعه 9 بالليل. الله يكون في العون. احنا الشارع كله. طيب هم الحكايه. حاج ابراهيم, في 150 دوله بيطبق فيها القانون, فبالتالي الموضوع مش من النهارده, ده بقاله 3 سنين زي ما كان بيتكلم الدكتور فخري. ايه التخوف؟ نقطه من اول السطر. اتفضل. دخل الفرد في ال 150 دوله زي دخل الفرد في مصر؟ انا يا فندم في اقل من, في ناس ما بياخدوش, عنده الدولار ب 12 جنيه. معلش يا فندم. لا معلش يا دكتور, طبق فيها يا فندم. خلينا في دولار, في دولار ب 12 الواقع جنيه. انت سالته سؤال هو رد عليك, قال لك بنجلاديش اقل مننا ومطبق فيها. روسيا نفسها الدولار بتاعها طلع, والروبل بتاعها رفض يعني كم مقابل الدولار. يعني في دول الدولار شطح كتير. طيب كمل حاجه براي. معلش ايه, انا همشي ورا كلام الدكتور. دي واحده بس يا فندم. الدكتور قال الطبيب, لا احب اوضح له بس ان الطبيب معفي في هذا القانون. العيادة الخاصه معفيه, العيادات الخاصه معفيه, يبقى مفيش عداله ضريبيه. لان انا محامي وهتاخد مني مش هتاخد من الطبيب, يبقى مفيش عداله ضريبيه. خلاص اتفقنا على دي. سيادتك بتقول هتلم خدمات المستشفيات المعفيه يا فندم. التصريح من لا 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 مش معقول. يعني العياده, يعني العيادات الخاصه هيطبق عليها طبيب خاص يطبق. طيب خلاص يبقى يطبق عليها. سيادتك اعمل مداخله لوزاره الماليه, نائب وزير الماليه من ضمن الخدمات دي واحده يا فندم. ها تمام. نائب وزير ان قال لك الطبيب يبقى انا كلامي كله غلط. لا انا بقول لحضرتك كان عندي جدول بالحاجه. طب ما هو الجدول نائب البرلمان هم اللي بيعملوا القانون ده. ليه كان في وصف؟ لا مستشفيات يا فندم طبيب خاص. انا بتكلم مش هنخش في الكلام ده. انا لو كانت موجوده ماشي. سيادتك النهارده لما تيجي تعمل لي حد الاعفاء 500,000, عملت لي خلقت لي وسعت لي السوق الموازي ليا اللي هي العشوائيات اللي احنا كصانع بنتعب فيها, بنتعب احنا كصناع. هم 400 ملف اللي في الدوله اللي الدوله بتاخدهم احنا والموظفين. انا بتكلم على قطاع غذاء لسه ما دخلتش في السجاير. فانت النهارده لما تيجي تقول لي 500,000 حد الاعفاء, حد التسجيل يا فندم. ماشي حد التسجيل, ما هو عايز مسميه المسميات. انا بقول حد الاعفاء يعني مش هيسجل ضمن القانون ده. تمام. اللي عنده اللي بيبيع ب 499,000, انا حسبتها لك حسبه بالبلدي ان هو دخله في الشهر 5,000 جنيه خد, مش هياخد منه ضريبه, والموظف اللي عنده 1,200 جنيه هياخد منه ضريبه. تمام؟ تمام كويس. يبقى احنا النهارده, انا النهارده اللي ما فيش يعني ارجو من الحكومه ان هي ما تزيدش على المواطن اكتر. إيه يعني هي مش دي واحده بس يا فندم, هي مش وطنيه اكتر من المواطن. عشان احقق العداله وعجز الموازنه. انا الحكومه اللي ما عندهاش, بس المواطن في اي حته في العالم كله لو هنتكلم بواقعيه يتمنى ان هو ما يدفعش ضريبه خالص. لا لا استنى يا فندم, استنى يا فندم, استنى يا فندم, استنى يا فندم بس. اتفضل. انا النهارده تعالى حكومه, انت عايزه تزودي الحكومه اللي ما عندهاش بدائل, بدائل لسد عجز الموازنه الا بالضريبه, يبقى ما فيش ابتكار. يبقى مفيش ابتكار. طب ما هو ده موجود في العالم كله يا فندم. طب ما انا اقول لحضرتك على حاجه, ما انا النهارده ما تجيش تقارني بالعالم. والله لو عليا انا كشخص مش عايز حد يدفع ضرايب, انا كشخص بس امريكا نفسها فيها ضرايب, فيها ضرايب وكبيره. بس انا ما اختلفتش, انا بقول له تعال ارفض الضرايب. المبيعات ما عندهمش القيمه المضافه. امريكا ايوه وباخدها وانا خارج تبقى اغلى وتبقى اعلى. لا يا فندم يعني زي ضرايب على كل حاجه يا كمال بيه. انا كلامي محدد ما عدا المواد الغذائيه. انت يا حكومه
عندك عجز موازنه عايزه تزودي ضرايب، تعالي اتناقشي مع الناس قبل ما تخبطي 14% ورجعت سحبتي بسرعه، رجعت سحبتي بسرعه. لا انا بقى عندي حلول. ما انا مش هنقد واعف. لا ممكن بعد اذن حضرتك تقول لي حل واحد لشركه الشرقيه للدخان. يا فندم طبعا. لا 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 اتكلم. انا هكلمك انا بتكلم كغذاء وهكلمك كشعبه. تعالي حكومه الحلول اهي، الغي احنا كاتحاد صناعه الغي حد الاعفاء 500 عشان انا اتساوى مع الراجل الثاني. تمام. هتطلع بكلمه، ما احنا بنشتغل بالشعارات ازاي العب على مشاعر الوطن. الصناعات الصغيره والمتوسطه قوي دخليه خليه تحت عينك، انا افرضي عليا كصانع 10% وافرضي عليه 5، انا على احب بس يبقى تحت عينك انا اتساويت معاه، دي اسمها العداله الضريبيه. اما هو يخرج من بره اللعبه وانا اللي ينافسني ويوقف لي حالي، ده بالنسبه للقطاع الصناعي. بالنسبه للسجاير بقى يا معالي وزير الماليه، انا كصناع ناس محترمين بتقول لك هتدفع وهتزود على نفسها، بس اقولها لك بقى جدول، انا اعمل لك جدول يجيب لك اكتر من الحصيله اللي عندك، لان قطاع الدخان هو القطاع الوحيد اللي تاني ايراد لخزنه الدوله بعد قناه السويس، 33 مليار في الميزانيه السنه اللي فاتت رسوم وضرائب مبيعات. تعالى عندنا معسل وعندنا سجاير، السجاير ثلاث فئات، معاليك ارفع الضريبه واحنا موافقين على القطاع الاعلى والقطاع الاوسط، اوعى تيجي جنب القطاع اللي ادنى، اوعى ليه؟ السيجاره اللي هي السجاير البسيطه كيلو بطره والبتاع، اوعى تيجي جنبها، اوعى تيجي، كفايه عليها كده. كويس؟ ده في السجاير، ما عندناش مانع، افرض على العاليه، افرض على الوسطى. بس السجاير الصغيره لا، بتاعت الغلبان لا. تعالى في المعسل بقى. ده اكل وشرب يا فندم؟ ايه ما عندناش مكتوب على العلبه انها ده تدخين ضرب كده. التدخين يضرب الصحه. اه ما هو الحاج مكتوب عليه. الحاج ابراهيم هو مش معترف بالجزئيه دي، احنا كنا بنتكلم كده، هو مش معترف اساسا. قاتل يا فندم. لا 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 احنا احنا عند احنا ناس امناء كاتبين له ايه؟ التدخين يؤدي للوفاه. وبيشتريها. عارف ليه؟ لان هي ما بتاديش وفاه. وبعدين ثانيا ما عندكش ما عليهم القصه دي عشان ما نتكلمش عن الصحه. في حاجه ثانيه بقى محتاجين طبيب. يا دكتور في حاجه ثانيه يا دكتور. لا يا فندم ده هكمل سيادتك بس الصحه العالميه. خلينا هو مش مقتنع بالجزئيه دي، خليها بس انا هرد عندك. عندك يا دكتور شركه تدخين، عندك يا دكتور رفاهيه انك تقفلها؟ اقفلها. لا لا انا ما اقدرش طبعا. طب خلاص يبقى ما نتكلمش بقى في دي، احنا مش جايين نقول ضره ومش ضره. الجزء الثاني بقى يا فندم. ادفع يا فندم. ده انا قلت اهو، ده انا اللي بيدفعوا. ده انا اللي حكمت على نفسي. متفقين ان هم بيدفعوا. لو طبقتها على المر لبر وبتاع مش هجيب ايراد. مين يا فندم؟ لا يا فندم، يا فندم التاجر النهارده بيبيع ب 30 جنيه، ال 7 جنيه دي داخلين في جيب المتاجر. في المشروبات الكحوليه برضو فيها اصناف للناس الغلابه وفي يا دكتور يا دكتور انا بكلمك انا هجيب له اللي هو عايزه. هي النهارده بتتباع في 7 جنيه زياده في كل علبه داخله جيب التاجر، مش داخله تجيب الشركه. الشركه اتظلمت، الشركه ما زودتش لغايه الان. نيجي بقى في المعسل، يبقى احنا السجاير يعني الشركه مش بتراقب او ما هو برضه يرجع برضه على فكره الزياده عايزه رقابه. ده يا فندم ده مش مسؤوليه الشركه، مسؤوليه مباحث التموين. معلش انا ما اقدرش اخش اقول للتاجر انت بتبيع بزياده ليه، ولكن مباحث التموين تحبسه. ماشي واحنا متفقين. ده بالنسبه للسجاير اللي هي بتدرسها، احنا بنقولها بعد اذنك يا حكومه ارفعي على العالي الفئه العليا والفئه الوسطى، اوعى تيجي جنب التعبان، بلاش دي. المعسل هو حاطط 150%، انا هعمل له جدول يجيب له اعلى ما هو حاطط. هقول له الاتي، هو جه الدخان له طبيعتين، الدخان سلع الجدول له طبيعتين، ليس له بديل محلي فهو كله مستورد. فجه في البند المستورد قال ايه؟ القانون القديم 75% من قيمه الفاتوره بحد ادنى 16 جنيه. هي معلش 16 ليه؟ شهر 2 تم تعديل التعريفه الجمركيه على التبغ الخام المستورد، خلوه من 6 جنيه ل 10 ل 10 6 جنيه و10 سنت ل 9 جنيه. القانون بيقول ايه؟ 75 من قيمه الفاتوره. فانت بتيجي لو انت جايب الدخان ب 2 دولار يبقى بسعر البنك 17 جنيه وتضيف له 9 يبقى 26 جنيه. 26 جنيه بتاخد منهم ال 75% تعمل 19 35، يبقى المبيعات خدت 3 جنيه من الهوا كده. كويس؟ فده ما غيرهاش في القانون في مشروع القانون الجديد. فلازم تروح معاه. ما غيرهاش؟ لا ما هم مش يروح معاهم، هو لازم اساسا هم يستمعوا لنا. لازم اكمل يا فندم. لسه اكمل. هقول لك الحلول. هقول لك الحلول. هقول لك الحلول. ده مشروع في ايدينا احنا اخدينه كده. هقول لك الحلول يا فندم. هقول لك الحلول. هقول لك الحلول. جه في الوارد ما خدش، ما غيروش في المشروع القانون. جه بقى عمل ايه؟ قال الدخان الشعر والمدغه والنشوء والمعسل 150%. ايه الاصناف دي؟ نعم
من 100% ل 150. ايوه يا ريت ثبت على كده. وانا هقول لك بقى مفاجاه للدكتور يحلها لي. خلاص خلص قال 150%، ما سكتش. قال ايه؟ بيجبرني ان انا موت الغلبان. ليه؟ المعسل نوعين، نوع اسمر غلبان. طب على يعني اكمل بس يا فندم. احنا جايين نشرح اقتصاد ولا صحه وعامه؟ احنا بنتكلم في اقتصاد. اقتصاد طبعا، فلوس. مالناش دعوه بالصحه العامه بقى. كويس، لو انا فتحت التليفونات للناس دلوقتي هتشوف الهجوم على زياده الاسعار اللي هم حاسين بيها على ارض الواقع. اكمل لك يا فندم، اكمل لك. ال 150 ده جه قال لي ايه؟ هو سكت لانه ايه؟ اهل مكه اضرب شعابها. انا عارف المعسل انه اللي تحط عليه زياده والمعسل انه اللي ما ينفعش تحط عليه زياده. فلي بشرط ان كيلو الدخان الخام الداخل في عمليه التعسيل ده لا يقل تكلفته عن 100 جنيه. يا عم انا تكلفتي 40 جنيه بالورقه والقلم. ليه تخليني؟ ليه بقى عمل 100 جنيه ليه؟ لان النهارده الكيلو الدخان الخام بيعمل 3 معسل. فال100 جنيه لو قسمتها على 3 يبقى 33، يبقى بيزقني كده احط اول بند في التكلفه بتاعه 33 جنيه، و4 جنيه عسل يبقى 37، و2 جنيه مطبوعات دخلنا في 39، وجنيه انا هاخده كمصنع يبقى 40 جنيه. هيجي ياخد مني 150% من ال40 جنيه دول. يبقى بيتكلم في كام؟ 6 جنيه. 120 جنيه يا فندم. 150 من ال 40 من ال 40 اه انت بتتكلم في ايه؟ يبقى 60 جنيه. يبقى انا بيقول لي والنبي بيع المعسل الاسمر ده ب 100 جنيه. لا يا بيه، يبقى انت عمرك ما انت واخد ضريبه، لان المعسل الاسمر ده بتاع مين يا كمال بيه؟ بتاع الفلاح البسيط اللي بعد ما يخلص العزقه ويجي يقعد تحت الشجره ومستني مراته تجيب له الغدا، عنده برطمان حاطط فيه غابه وده كرسي المعسل بتاعه. لا، عايز الحل؟ انا اديك الحل يا كمال بيه. خد بالك بقى، انا هعمل له جدول هيجيب له اكتر من ده. طب انت مش قعدت معاهم يا لا يا فندم؟ لا 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 يا فندم، يعني يا فندم دكتور الفيديو دلوقتي بيتكلم على انت قعدت مع وزاره الماليه قعدت معاكوا. طب يا فندم وانا في بلد ثانيه، في بلد ثانيه، انا في مصر. هات لي واحد. انا لما رحت للاستاذ عبد المنعم مطر كتر خيره. طب البرلمان نفسه ما قعدش معاكوا؟ لا لسه يوم الثلاث لسه ما اتناقش. انا اقول بس اقترح بدري، خلي بالك احنا لسه في احنا لسه شغالين في خدمه. احنا بنتكلم على ان تحت المناقشه. انا معاكوا لكن لسه انا عندي اقتراح هيجيب له اكتر من ده. خطه موازنه. انا هعمل له ايه؟ لسه العامه هعمل له ايه؟ حاجه اقول لك، دخان الشعر والنشوء والمدغ والمعسل الاسمر 125% من سعر بيع المصنع. دخان المعسل بنكهه الفواكه 150% من بيع المصنع. كويس، بشرط اكمل بس يا فندم. الدخان المعسل اللي جاي لك من بره 250%. انت بتموت الصناعه المحليه ليه؟ ثواني بالمستورد اللي بره اللي ما عندوش اي اعباء وبيطلع دولار من هنا عشان يستورد معسل، يبقى الشركات دي تموت؟ لا، انا مسؤول عن 33 عامل، ان ما دفعتش عليهم بحق ربنا مش هيسامحني. 33 وضحت الصوره بكامل. دكتور فخري، في ضريبة المبيعات كان من 5 ل 10%؟ نعم، كانت من 5 ل 10% في المبيعات. فين؟ في السلع العامة. ضريبة المبيعات في السلع العامة. في السلع العامة من 5 لحد 40 حسب نوع السلع. حسب نوع السلع. طيب طب بالنسبة للقانون الجديد القيمة المضافة وصلت ل 35 و40%. القيمة المضافة وصلت لفوق 1600 سي. في القانون الجديد لسه يا كمال بيه بعته النسبة على بياض. لا، دي من ضمن العربيات الزمهرية، ده استثناء. ما هو في قوائم معفيه خالص، والقوائم هيبقوا على سعر ضريبه المبيعات زي ما هي، زي البنزين والسولار والحاجات دي مش هتتغير، زي المبيعات بالظبط، مش هتزيد البنزين ولا هتزيد حاجه. وفي قوائم ثانيه سعرها هيدن زي ما هو عند سعرها العالي زي العربيات. طيب اهم حاجه ان البنزين والسولار مش هيزيد. لا 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 هيتفقوا يا اما 10 يا اما 11 يا اما لحد 15%. لسه البرلمان هيتفق على سعر الضريبه، هل هي 10 ولا 15 ولا بينهم 14؟ المقترح كان 14 الحكومه. كلمات اخيره يا دكتور فخري، يعني انت مع التطبيق؟ انا مع التطبيق، لكن انا شايف انه وقع الضريبه، هم وصلوا للحل انه وقع الضريبه على الفئات الفقيره ومحدوده الدخل يبقى في حدود 0.5% زياده في الاسعار، بينما المقتدر هيبقى في حدود 3% اللي هو السلع اللي بيستهلك هيبقى على ده. لكن الاكل والشرب والخدمات ركوب الاتوبيس، خدمه ركوب تذكره الاتوبيس ما عليهاش ضريبه، اللي بيروح المستشفى مستوصف ما عليهاش ضريبه، لكن ما عدا ذلك عليه ضريبه. اذا النهارده بندور على الشريحه اللي هي حوالي 70 مليون اللي معاهم بطاقه الزكيه بتاعه الاكل والشرب ورغيف العيش، بطاقه تموين، بطاقه التموين اللي هو البطاقه الزكيه دي. فهو دول اللي احنا بنخلي المجموعات تزيد اللي معفيه خالص
علشان او يتم الابقاء على سعرها. عجبتني جدا عشان نصف تاخد من المقتدر الى الفقير لدي ضريبيه بتحمل نصف طيب. والمقتدر يتحمل لحد 3%. استاذ وليد يعني إيه. انت بالتاكيد بتتعامل مع 70 مليون زي ما بيتكلم عن الدكتور فخري سريعا برضو. هو سريعا بس احنا واحنا بنفكر في القانون انت متخيل المواطن البسيط هو القرار لسه ما نزلش ومسمع مع او ضد دي الموضوع صعب جدا. انت كلمت على كل المواد الغذائيه بس لو دخل فيها حاجات تانية هتبقى كارثه لان انت كده كده هو معدل انفاق ما فيش انت ما وفرتلوش في حاجه عشان تبتدي تزود عليه حاجه بمعنى ان انت ما عالجتلوش صحه وتعليم مظبوط عشان تبتدي تقول له اديني كذا او هزود عليك كذا لانك مثلا لو اتكلمت على خدمات التعليم وصحه برضه محتاج فلوس وبالخدمات داخل فيها برضه شركات المحمول وداخل فيها حاجات كتير فكل ده هيمس المواطن هيمسه فخلينا نبقى ايه ماشي انا ما اقدرش امس المواطن اوكي احنا خلينا واقعيين لكن هي الفكره يعني. كلها واحنا بنطبق القانون دوت لازم موجود له حاجه تانية يقدر ياخد ايه راح ان انا اقدر اعالج له موضوع الاول قبل ما انفذ القانون دوت في خلال الست شهور اللي انتوا هتبتدوا تناقشوا او انتوا لو هتطرحوا في تسعه زي ما اتقال في البرلمان او الحاجات دي كلها من المفترض ان انا هظبط له التعليم وصحه اوفر له مثلا لو بصرف 500 جنيه في صحه وبصرف 500 جنيه في تعليم انت رديتهم لي مثلا او عالجتهم لي تقدر تفرض عليه ضريبه مستريحه تبقى الامور كويسه. انا برضو باكد تاني ان الموضوع في المواد الغذائيه عشان الناس برضو تبقى سامعه المواد الغذائيه معافاه من القصه دي لكن كده كده لازم ينوب هي كده كده وزاره التموين عامله احتياطي 45 يوم وفي بعض السلع برضو لسه بتكتمل لكن موضوع زيت الطعام انا نفسي يبقى البرلمان واخد باله موضوع زيت الطعام مهم جدا جدا لازم يخرج بره نروح للاستاذ ايفلين والبرلمان اللي انت كنت بتوجه له رساله اخيره وهتعملوا ايه الفتره الجايه ويا ريت تقعدوا معاهم علشان طبعًا تاخدوا ارائهم هم اللي على ارض الواقع طبعا هو عنده معاد يوم الثلاث عندنا في البرلمان هو قال لي او قبل ما اتشرفنا بس يا ريت تسمعوا لازم هيسمع. تاني حاجه بس استكمالا لكلام استاذ وليد هو فعلا انا ما اقدرش يعني اعدل من التعليم ولا اعدل من الصحه وانا موازنتي انا قليله فانا لازم يبقى عندي موازنه جيده عشان اقدر اعمل خدمه كويسه في الصحه لانها دي معفيه المستشفيات العامه العلاج اللي بنعمله كتير على نفقه الدوله واحنا مشينا كلام من ده كل ده بيجي منين؟ ما لازم يكون في عندي في الصندوق بتاعي فلوس يعني حصلت يكون فيها فلوس انا ما عنديش فانا بلجا للضريبه المضافه دي علشان خاطر اقدر اجمع. احنا مش هنحسها الا بعد خمس سنين ان الحال هيتعدل. خلي بالك في وقت من الاوقات كانوا جم ايام الحرب قال لك ايه امسكوا على نفسكم شويه ومسكوا الناس على نفسها احنا فوت برضو كمان احنا نمسك على نفسنا شويه معلش ندي شويه انا مش هو هي بص هي معاها حق كبير في الجزئيه دي احنا متفقين يعني بس ايام الحروب والكلام ده كله يا الناس يا جمال بيه احنا في حرب احنا وطنيين يا فندم احنا مش ناس وحشين كويس انا احنا مقدرين والله اللي بيحسوا احنا بنقول لهم يا حكومه بتاعت الترشيد دي جميله برضه لازم يا حكومه يا حكومه بعد اذنك انت عايز يا ضرايب هنديلك ضرايب بس احنا جوانا كصناع بنقول لك الحكومه اللي ما عندهاش اي حلول اخرى دي واحده بس يا فندم اللي غير الضريبه معلش انا اسف ولكن القانون ده عايزك مشيه مشيه انا احلهولك تعالى اول سنتين اعمله 11% ودخل كل القطاعات ما تسيبليش ان هو 500,000 ابدا لن نقبل احنا كصناع يتخرب بيتنا الثاني انا تكلفه المنتج بتاعي هيبقى ب 5 جنيه هو تكلفته هيبقى ب 2 جنيه حرام كان المقصود في الكلام ده موضوع الحروب ان في اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه على طول كانوا بيصنعوا عربيات غاليه جدا ورديئه جدا وكان المواطن الياباني بيشتري المنتج الياباني الرديء والغالي وبيسيب الله يفتح عليك انا ارد عليك بقى في الحته دي وهتفاجئ طب ازاي هتشجع المنتج المحلي وانت عامل المستورد اقل منه دي تناقش في البرلمان ازاي؟ يوم الثلاث في البرلمان تقول اللي انت عايزه وهيسمع انا عايزاك انت حضرتك ولا انا لما بتكلم بصراحه الناس بتزعل مني لازم مبادره بتزعل مني انا بتكلم بصراحه الغرض في بنستهلك الاستيراد اكتر من طبعا احنا شعب استهلاك احنا من المفترض كشعب وبرضه كشعب يبقى في مبادره للترشيح كلمه انا عايز اخش كلمه اخيره وعلشان الوقت خلاص هي يعني هي
الواحد بس نفسه يبقى في ثقافه موجوده ما بين المواطن وما بين البرلمان وما بين الحكومه، وهو المواطن المفترض خلاص هو ادى ثقه للبرلمان، والبرلمان دلوقتي بقى على ارض الواقع موجود، فهو بيناقش القوانين، بس لازم كل الناس تفهم، كل الناس تفهم ان برضه يعني البرلمان والحكومه والحاجات دي كلها لازم المواطن برضه ان عنده يبقى جواه ثقافه زي ثقافه الترشيد، انا داخل او الحكومه تبتدي تفرض الكلام ده، لو عايز يعني انا عايز اخد خياره من السوق وعايز اخد قطايه واحده وعايز اخد سمكايه واحده وعايز اعمل معرفش ايه. هيفضل الكلام بالتاكيد في الفتره اللي جايه، وهنتابع مع مجلس النواب ايه اللي هيعمله، لان يقلل في مكالماته ما زال لغايه دلوقتي تحت النقاش، يقلل في استاذ وليد الشيخ يعني رئيس النقابه العامه للبدليه التموينيه، شرفتني يا فندم. كمان الدكتور فهد الفي استاذ الاقتصاد في كليه الاقتصاد. انا كان بس عايز اقول حاجه مهمه وهي سريعا يا فندم بسرعه، انه اصحاب المهن الحره، المحاسب، المحامي الى اخره، والطبيب، اجمالي الحصيله بتيجي منهم اللي هي ضريبه الدخل بتاعهم قليله قوي، ايوه، ففيها بتهرب شديد طبعا. فانا ضريبه القيمه المضافه دي لما انا اروح له باخد منه اللي هو الوصف فيها ضريبه القيمه المضافه، بيبقى فيها ان انا رحت له فعلا، وبالتالي بياخدوا منه بقى الايه ضريبه القيمه، انا اللي هدفع ضريبه القيمه المضافه انا كزائر للطبيب، لكن بيعرف منها ان هو ده خد مني فلوس، خد مني فلوس هيدفع على ضريبه الايه الدخل بتاعه. دكتور فخري الفي استاذ الاقتصاد في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، شرفتني يا فندم بالتاكيد. كمان الاستاذ ايفلين متى بطرس عضو مجلس النواب، شرفتيني، وهنشوف شغلكم الفتره الجايه في الموضوع ده باذن الله. واخيرا وليس اخرا الحاج ابراهيم الامبابي نائب رئيس غرفه الصناعات الغذائيه، انا غصب عني نفسي اعادك للصبح بس الوقت هو اخذ الوقت، الوقت احنا مش ضد القانون، وكمان رئيس الشعب العام للتكوين البرلمان قريب يعني. والسجائر بشكركم وشرفتوني بكل تاكيد، هنتابع معاكم الفتره الجايه ايه اللي هيحصل ان شاء الله، والشكر كمان موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا على طيب المتابعه دي، تحياتي كمال ماضي في امان الله.